رسول الله عن اكل المحروق، العيش المحروق، جلد السمك المحروق، صينيه بسبوسه او كنافه محروقه، في ناس تحب تاكل محروق موت. المحروق ده بيعمل سرطان في جلد السمك وجلد الفراخ. طبعا ممنوع تاكل جلد الفراخ. في بعض الشركات بتعمل توابل على جلد الفراخ تخلي العيال تاكل جلد الفراخ، فيجي لها ايه؟ فشل كلى وسرطان. اوعى تاكل جلد الفراخ. كلام واضح؟ واضح الكلام؟ يبقى جلد الفراخ. الاطعمه المحفوظه بقى، كل المصنعات بقى، لانشون وبسطرمه ومش عارف ايه، ولحمه محفوظه ومعلبات، كل المواد الحافظه قاتله، قاتله للكلى بترسب مواد مناعيه. وبعدين تروح للدكتور يقول لك عندك اميون ديبوزيت. اميون ديبوزيت، وانت ايه اللي ما نعرفش؟ مش عارفك انت اميون ديبوزيت. عندنا المسبكات والمخللات والفول والطعميه اللي الكثره منها هتعمل لنا مشكلات. انا بقول لك في واحد بياكل كل يوم طبق فول على الصبح، ففي مسامير في رجليه. راح للدكاتره كلها، جه قال لي، قلت له انت بتفطر ايه؟ قال لي فول. قلت له نسيب الفول شويه، خليها بيضه مسلوقه، حته جبنه، كوبايه زبادي، اسبوعين ثلاثه وتعالى لي. المسامير اختفت. يبقى الفول، اللحمه الحمراء، المانجا، مانجايه واحده تعمل لي مسامير في رجليها شهر قدام. فنبعد بس عن الحاجات اللي بتعمل لنا مشاكل. طبعا كل المواد البنيه، كل المواد البنيه بتعمل لنا بلاوي. يعني كان في دكتور لنا في كليه الطب بيحط الازازه اللي فيها ماده الكولا كده على البتاعه، تعمل بقليل بقليل بقليل، يقول لنا ده بيبوظ الكبد والكلى بالطريقه دي. في بعض الناس بياخدوا الماده دي السودا دي بيغسلوا بيها الحمامات والاحواض عارفين كده ولا لا؟ بعد كده نيجي على التدخين، ده اهم سبب للفشل الكلوي على الاطلاق. ومع التدخين طبعا سجاير وجوزه، وفي شباب بيفتخر بان هو بيدخن، وطبعا ده رايح في 60 داهيه. الفطائر والحلويات والبيتزا والجاتوهات، وهو طبعا في ناس فرحانه جدا مستنيين اي محاوله. يعني طبعا نجاح، وانا رايح لواحد ناجح اجيب له ايه؟ اجيب له كيكه وكاتوه ولا اجيب له تفاح وفاكهه وعنب؟ احنا نجيب له فاكهه وعنب وبلح عشان احنا بنحب ربنا، لكن الناس اللي بتحب الشياطين لا، عايزين طبق شوكولاته ويكون متزوق عشان ياخد الشوكولاتات من هنا ويجي له فشل كلى وهو قال وروح يغسله. شوف الناس الخبيثه، الناس الخبيثه رايحه تاخد للناجح شوكولاته عشان ياكل شوكولاته يجي له فشل كلى ويغسل هو اهله، ولا يروح كليه ولا يروح زفت. يبقى انا باخد معايا ايه؟ باخد معايا فاكهه ربنا. لما ربنا قال الجنه ما قالش الجنه فيها بيتزا، ولا الجنه فيها فطائر ولا مثلجات، ولا الجنه فيها جيلاتي، انما الجنه قال فيها وفاكهه كثيره، وقال وفاكهه هم مكرمون. لما ربنا بيكرم حد بيكرمه بفاكهه مش بحلويات. المثلجات كلها خطر، الحلويات، الكيكه، البيتزا، كل المعجنات بتعمل لنا مصيبه في القولون. بعد كده الفشه والكرشه والسجق والمنبار. بالمناسبه في حاجه بنعملها كمان غير الفشه والكرشه والسجق والمنبار، دي حاجات معفنه طبيعي، والاجيال اللي كانت بتاكلها بتموت، والاجيال الجايه الجديده مش هتاكل الكلام ده، خلاص ده كان اكل الكلاب لا مؤاخذه، او بيسموه الايه؟ جانجل فودز. ايه جانجل فودز؟ اللي هو حظ الكلب. يعني في ناس لما بتذبح بترمي الكرشه والفشه والحاجات دي كلها، وفي ناس تقول لك لا احنا اولى من الكلب. نعمل ده منبار ونعمل ده كذا، المهم ربنا يسهل لهم. لهم اضرار كثيره. هو الشكل العام زي بتاع السمين، بتاع السمين بيبيع فشه وكبده وكرشه وحتت كده بتاع السمين. بتاع السمين ده لما بتاكله بيسد لك اوعيه القلب والاوعيه الثانيه، انها بيسموه بتطلع كميه كبيره قوي من الترايجليسرايدز والدهون الثقيله. وعندنا في الطب انواع من الدهون، في دهون اسمها الخفيفه الهاي، وفي انواع اسمها الانواع الواطيه الثقيله اللو. وعندنا العالي عالي والواطي واطي. العالي عالي والواطي واطي، عشان كده بنعمل الناس صوره دهون الدم. شوف الهاي دنس لاي بروتين واللو دنس لاي بروتين، كلام كبير قوي. لما كنا بنقعد في كليه الطب كان الدكتور بيعقد ابونا. شوف انا بقول للناس ببساطه ازاي، بقول العالي عالي والواطي واطي، يعني انا بعمل صوره الدهون بتاعه الدم. لو لقيت الدهون العاليه الهاي دنس لاي بروتين كويسه افرح، ولو لقيت الدهون الواطيه عاليه ازعل كده. لو قعدت السد ما هو المجهود عضلي كبير، هياكلها ازاي؟ صلى على النبي. انت لما تكون بتعمل مجهود عضلي عاوز حاجه تعمل لك طاقه ولا تسد لك الاوعيه؟ بارك الله فيك. ممكن ازودك نشويات شويه، يعني بدل طبق رز خليهم طبقين، بدل طبق سلطه خليهم اتنين، صح؟ يبقى انا كانسان عادي، مذيع، طبيب، مدرس، حد بيشتغل بعقله بياخد كميه صغيره،